السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. والمنصور يقول إن بموريتانيا توجهين، أحدهما متشبث بالديمقراطية والآخر يسعى لاستمرار الواقع وتكريسه. حزب المستقبل ينتقد الواقع الاقتصادي الموريتاني ويدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمن يحاول المساس بها. حزب الوفاق من أجل الرفاه يدعو المعارضة للاعتذار للشعب الموريتاني عن تفسيرها لبعض مضمون خطاب الرئيس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور إن هناك توجهين في موريتانيا، أحدهما متشبث بالديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، وثانيهما يعمل من أجل استمرار الواقع وتكريسه ورعاية الفساد في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة وتهديد كل من يريد الإصلاح. احنا في تصورنا البلد يمر مرحلة فيه وجهتي نظر، فيه صفان، توجهان، توجه مشبث بالديمقراطية ومشبث بضمانات التداول السلمي على السلطة ومشبث للدعوة لإصلاح في بلد يخر فيه الفساد وينتشر فيه الغلاء وتهيمن فيه المحسوبية. هذا توجه، وفيه جملة من القوى الوطنية والديمقراطية على اختلاف توجهاتها الفكرية وتوجهاتها الإيديولوجية وتوجهاتها في المواقف ومشاريع المجتمع. والطرف الثاني نظام وخلفائه والناس اللي معاه اللي يشتغلوا من أجل تكريس الواقع واستمراره ورعاية الفساد في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة وتهديد كل من يريد إصلاحا أو وئاما وطنيا أو ديمقراطية حقيقية. وأضاف المنصور خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب تواصل مقتنع بأن خطاب الرئيس الموريتاني الأخير بمدينة النعمة تضمن جملة من الإساءات، قال إنها وزعت بعدالة على عدد من الأطراف، مضيفا أن الوضع القائم يتسم بجملة من الأزمات. نحن من الناس اللي مقتنعة عن الخطاب اللي القى رئيس الدولة في النعمة أنه تضمن جملة من الإساءات، أساء إلى شريعة الحراطين، أساء إلى النساء، أساء إلى المعارضة الوطنية الديمقراطية. أعتقد أن الإساءات وزعت بقدر من العدل، ونحن نتحرج من نسبة العدل إلى القوم، لكنه في هذه النقطة كان هناك عدل في توزيع الإساءات على مختلف هذه الأطراف. الوضع القائم في البلد وهو الأهم ولا نريد ولا نقبل تغطية عليه ببعض التصريحات هنا وهناك وببعض التلميحات هنا وهناك تميزه أزمات متعددة الجوانب. هذه قراءتنا في الحزب لأوضاع البلد. هناك أزمة اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. انتقد حزب المستقبل واقع الوضع الاقتصادي الموريتاني قائلا إن الأرقام التي قدم الرئيس خلال خطابه الأخير تتناقض مع الواقع المعيشي للمواطن. وقال الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط إن أسعار المواد الغذائية الموريتانية تشهد ارتفاعا وإن الاقتصاد الموريتاني يشهد أزمة. إذن هذا الاقتصاد وهذه المبالغ المالية اللي قلنا عبد العزيز بن في الخزينة يا الله ترجع للمواطن، احنا اللي شفنا أن واجعة بعض المجموعات الفقيرة أنها تمشي عقاب الليل الرابعة وتطلب مرنقة على بيتقات قال هو أمل، وحالة بالله عظم أنا بعد نعرف منها قطع المدينة تجيكجة يعطوهم نص أربع لتر من دلوي وكيل من السكر. قول لي رقاجة تفخر من شعبه
هذا نعرفه هما اللاجئين، اللاجئين هما اللي عادوا يرانكو على الباتيك يديروا شي ياكلوا، يا غير الشعب كيف كيف تنحنا عنده دم الخيرات كامله ودرائسه يتفخر انه فاتح له باتيك بهذا الشكل، لانه واحد ما هو صايب يقيس البوتيك، ولده اما لا يمشي ولده ما هو لا يقرا، واما يمشي هو يتعاقب معاه سارق اذا عاد عنده شيف دار يقول، معنى ان هذا ما قد حد يفتخر به. البنزين اللي هو الاسعار كامله انحطت في العالم، هو ما هو قد متمكن ما هو قد 384 ما بينقصوا، مارو يعرف انه دوبل والسكر ما خالق ماده اسوء شني، ما هو عبد العزيز ما ارتفعت، هو ما عنده لاي حل، وهذا يقعد انه يقول ان الاقتصاد جيد ومن الازمه العالميه انها موجوده، ما يحق، ما خالق ازمه عالميه، خالق لا ازمه الاقتصاد موريتانيا، اذا هذا الاقتصاد وهذه المبالغ الماليه. ودعا الحزب الى الحفاظ على الوحده الوطنيه الموريتانيه والتصدي لكل من يحاول زرع التفكك والمساس بالانسجام المجتمعي، مضيفا أن النضال السلمي سيظل متواصلا إلى أن تحصل مختلف شرائح المجتمع على حقوقها كاملة. المشكلة في الوحدة الوطنية يا الله تعود 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 عند جميع الموريتانيين كاملة بأن خط أحمر وحد كامل لا يمسها، ما نقبلها له ونوقف ضده، ولا نقبل أنه أبدا يوم ما بأن يفرق ذا الشعب اللي ذهو ويعرف عن مسيرة الحراطين ستبقى إن شاء الله مسيرة مستمرة حتى النهاية، إنين يحصلوا لحقوقهم كسائر الشعوب، وهذا لوك واضح وقلناه كذا من مرة وعبرنا عنه كذا من مرة، والاستدراج الهام يعدل الدول عبد العزيز إن شاء الله ما نلهينا نقبلوه ولا نلهينا إن شاء الله نكون نص الدولة بحزم. ناحية أخرى، دعت رئيسة حزب الوفاق من أجل الرفاه حوار فالة بنتمين المعارضة إلى الاعتذار للشعب الموريتاني عن تفسيرها لبعض مضامين خطاب الرئيس، واتهمت بنتمين خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط المعارضة الموريتانية بالسعي إلى إثارة الفتنة في المجتمع، مؤكدة أن الرئيس حريص على الوحدة والتماسك. أنا طالب من إخواننا في المعارضة عنهم يوقفوا للشعب الموريتاني ويعتذروا له، يعتذروا له عن هذا حرف، عن هذا ذي زراعة الفتنة والمشاكل بين شرائح المجتمع الموريتاني، طالبين منهم عنهم يقدمون اعتذار للشعب الموريتاني ويقدموه للشرائح اللي ساءوا لها، اللي ساءوا لها وتهمها وهمهم يستخدموا عقولتها استخدام ما هو صالح. هذا مطالبين من هذا المنبر، وكحزب سياسي وكحزب اكثريته شباب طالبين بها، اللي نحن الدوله دولتنا احنا وعقوبتها علينا احنا الشباب، ولان قابلين حد يخسرها، لان قابلين رقاش يخسرها، حد يقول لا يخسرها ذاك ما انا اللي نقبلوه. وفاتوا النهارات وبارك مع ياسر من الروايات، احنا لا سكتنا وتمينا لا ساكتين، والاقلبيه لا صامته، والمعارضه لا متباركه تبارك مع الامور اللي ما هي على المستوى اللي الاقلبيه الحقيقه ما ترضى قاع روسها عنها تقعد في المنابر الاعلاميه ياك تجاوبها، باللي تحس انها امور الحقيقه سطحيه ما هي محتاجه لحد يجاوبها. دعا الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية الموريتانية، وقال الحزب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الوحدة الوطنية تعتبر خطا أحمر لا ينبغي المساس بها، مضيفا أن الرئيس الموريتاني لم يصرح خلال خطابه الأخير بمدينة النعمة بما يمس من وحدة مكونات الشعب، وإن خطابه كان واضحا. نختار نقولوا للشعب الموريتاني كامل عن الوحدة الوطنية ضرورية وخط أحمر للناس كاملة بها اللي ما فيها جوغة. بالنسبة لنا احنا الموريتانيين شعب واحد وكلنا من الآخر، وطالبين من الجماعات اللي هموم ينسوا من الوحدة الوطنية عنهم يخلوا عنهم موريتاني بخير وعلى خير. وبالنسبة للسيد محمد عبد العزيز خطابه اللي قال في النعمة ما في شي خاسر به، اللي قال كل شيء واضح وعبر عن ضمير المواطنين ولا وجاحت شيء. إلى شأن منفصل، حيث بحث خبراء وناشطون في المجتمع المدني خلال ملتقى بنواكشوط موضوع المبادرة في شفافية المصادر البحرية، ويهدف الملتقى المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الموريتانية يهدف إلى التعريف بالمبادرة والنتائج المنتظرة منها، وكذا قابلية تطبيق الشفافية في قطاع الصيد البحري الموريتاني. حول المبادرة المتعلقة بالشفافية في قطاع الصيد، وتنظم هذه الورشة لصالح المنظمات أعضاء الائتلاف الموريتاني، الشروط ما تدفعون
بالتعاون طبعا مع منظمة جمعية المواطنات والمواطنون إلى الأمام، وبالتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي لصالح المجتمع المدني والثقافة اللي معروف ببسك، وتهديف الورشة إلى التعريف بهذه المبادرة في مجال قطاع الصيد وماذا سينبثق عن هذه المبادرة وما هي النتائج التي يمكن لموريتانيا أن تحصل عليها من تطبيق هذه المبادرة، لأن موريتانيا كانت هي الأولى وافقت على هذه المبادرة ومع دول أخرى. وسنستمع إلى عرضين، عرض حول ميكانيزمات وقواعد مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي سبقت هذه المبادرة، وبعد ذلك سنستمع إلى عرض حول قابلية تطبيق الشفافية في قطاع الصيد البحري في موريتانيا. احتج عدد من أساتذة التعليم العالي بنواكشوط مطالبين السلطات الموريتانية بالوفاء بالتزاماتها تجاههم والمتمثلة في زيادة 2015 وكذا اتفاق 2009، وندد المحتجون بما سموه عدم الإشراك في البرامج والاستراتيجيات المعلن عنها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. أساتذة التعليم العالي في موريتانيا يحتجون أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بتنفيذ اتفاق قالوا إنهم وقعوه مع الحكومة الموريتانية عام 2009 إضافة إلى صرف زيادة 2015. أساتذة التعليم العالي اليوم في إطار حراكهم لهذه الفترة يقفلون أمام رئاسة الجمهورية للتعبير من جديد عن رفضهم للتجاهل المطبق اللي تمارسه الجهات الوصية على القطاع والقطاعات المعنية بالمشاكل التي يطرحها هؤلاء الأساتذة. نحن نركز في المقام الأول على فتح حوار جدي بيننا وبين الشركاء لاستيعاب المطالب المشروعة التي نطرحها. ثانيا، نحن لدينا اتفاقيات ملزمة مع الدولة الموريتانية ممثلة في الحكومة الحالية والحكومات السابقة التي تشكل امتداد لها، ونعتقد أن الدولة يجب أن تعطي المثال الأحسن للجميع باحترامها لالتزاماتها. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها عشرات الأساتذة من مختلف مؤسسات التعليم العالي بنواكشوط، رفعوا خلالها شعارات مختلفة يتعلق بعضها بتحسين الوضع المادي لهم وإشراكهم في برامج واستراتيجيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أساتذة التعليم العالي يطالبون بإشراك ممثليهم في كل ما يدور في القطاع. الآن وزير التعليم العالي لا يشرك الأساتذة فيما يتخذ داخل القطاع ويسعى إلى تقويض كل الجهود التي بذلوها، كل ما حققوه في السنوات الماضية من تقدم في التعليم العالي خاصة ومن مكاسب خاصة فيما يتصل بديمقراطية التعليم العالي، فإن الوزير يسعى إلى القضاء عليه دون إشراكهم. فالأساتذة يطالبون بحقهم في الإشراك في كل ما يجري في القطاع. طبعا أساتذة التعليم العالي من مطالبهم موضوع التقاعد، تقاعد أستاذ التعليم العالي الآن ربما لا يصل إلى تقاعد معلم. وكان أساتذة التعليم العالي في موريتانيا قد نظموا احتجاجات سابقة خلال الأسابيع الماضية أمام مبنى الحكومة الموريتانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والمالية، ويقولون إن الاحتجاج متواصل إلى أن تتحقق مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت الخارجية البلجيكية إلى مؤتمر اقتصادي في العاصمة بروكسل لدعم وإعادة بناء قطاع غزة، وطالب وزير الخارجية البلجيكي خلال مؤتمر صحفي طالب الاحتلال الصهيوني بفتح الباب أمام دخول مواد البناء إلى القطاع. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إلى مؤتمر اقتصادي في بروكسل من أجل دعم وإعادة بناء قطاع غزة. وطلب ريندرز خلال مؤتمر صحفي عقده على أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجاعية ظهر اليوم الثلاثاء الاحتلال الصهيوني بفتح الباب أمام دخول مواد البناء إلى قطاع غزة وتسهيل بناء المدارس والمنازل والمنشآت الحيوية. وعقب إطلاعه على وضع المنازل خلال جولته بحي الشجاعية، أكد الوزير البلجيكي أن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، داعيا إلى ضرورة تسريعها وإدخال مواد البناء مما يسمح باستقرار المواطنين في غزة.
ونوه ريندرز إلى اهتمام بلاده بدعم قطاع غزة وإعادة الإعمار فيه، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي في بروكسل لم يقتصر النقاش فيه على إدخال المساعدات الإنسانية. وقال الوزير البلجيكي: نحن نقوم بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية من أجل فتح الباب أكثر لإدخال مواد البناء، مبينا أن الحديث مستمر ومتواصل من أجل تسهيل عملية الإعمار وتنمية التجارة والاقتصاد. فيما حذر وزير العمل في حكومة توافق الفلسطينية مأمون أبو شهلة من صعوبة الأوضاع بقطاع غزة وأنها تنذر بالانفجار في أي لحظة. وقال أبو شهلة في تصريحات صحفية: إن البيئة في غزة قابلة للانفجار في أي لحظة وقد تؤدي إلى تدمير منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأكد الوزير الفلسطيني على هامش جولته بصحبة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز في حي الشجاعية بغزة على وجود تعطيل مقصود من إسرائيل لعملية إعادة الإعمار، كما شدد على أن العالم لا يستطيع أن يصبر على إسرائيل بهذا الأسلوب الذي تمارسه بتعطيل إدخال مواد البناء والمساعدات الدولية إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن ريندرز وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في بلاده جاء لنقل صورة للمجتمع الدولي في أوروبا والعالم أنه لا يجوز أن تستمر الأمور بغزة على هذا الحال. زيارة ريندرز تأتي لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون فيما سبقه بالأمس نظيراه التركي والسويسري. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والمنصور يقول إن بموريتانيا توجهين، أحدهما متشبث بالديمقراطية والآخر يسعى لاستمرار الواقع وتكريسه. حزب المستقبل ينتقد الواقع الاقتصادي الموريتاني ويدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمن يحاول المساس بها. حزب الوفاق من أجل الرفاه يدعو المعارضة للاعتذار للشعب الموريتاني عن تفسيرها لمضمون خطاب الرئيس. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش احتجاجات أساتذة التعليم العالي بنواكشوط تنديدا بعدم تطبيق اتفاقهم مع السلطة. في التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.